بس أنا اللي هددتها للبنت، ما دخلوا ريشي، وكمان ريشي ما بيعرف شي عن الموضوع لهيك. يا مدام اسمعيني، أنا عم قوم بواجبي، بس شو ما كان الشي اللي بدك تقوليه بتقدري تقوليه بالمحكمة. مهمتي إني أخذ ابنك على المخفر. لا دقيقة بس، إنه استنى، لا تاخذوه معكم، مو شايف قديش عائلتنا متضايقة من هي القضية؟ وكمان راحت تشوف البنت لأنها أمه وهي بتحبه، لهيك راحت لعندها. وانتي بتكوني مرته كمان لأنك بتحبيه كتير، رحتي لعندها مبارح. يعني بكرة الأستاذ رح يروح لأنه هو أبوه بيحبه كتير. ما بعرف كم شخص بيحبه كتير لسه، بس بسبب محبتكم هاي البنت رح تتعرض للأذى. عرضتوا عليها مبلغ كبير، هلأ رح ورجيكم قوة القانون. امشي. معلش يا حضرة المحقق، أكيد بتقدر تشوف مين كذاب ومين عم يحكي الحقيقة من نظرة، صح؟ لا يا ستي، هاي الأيام حتى الناس المحتالة بتعمل حالة محترمة، لهالسبب صعب كتير الواحد يعرف مين السادق ومين بيكون محتال، مو هيك ريشي؟ منروح؟ يلا خدوه من هون. عفوا لو سمحت، بس سمعني شوي. لحظة بس، أنت ما ذكرت اعتقال؟ كنت بدي أخذك بكل تهذيب، بس شكلي لازم أحط الكلبشات بإيدك وأعتقلك. أنا بعدك بالنيابة عن الكل، ما حدا منا رح يروح لعند هذيك البنت. اسمعني منيح، حتى لو ترجيتني ما رح تستفيد، مفهوم؟ الكلام اللي بدك تقوله قوله بالمحكمة. يلا امشي. يلا ريشي أخذوه. لكشمي نيلام لا أخذوه. أيوش روح معي. أيوش اهدي. ايه خالتي مليشكا، عندي خبر مو منيح، الشرطة أخذت ريشي مرة تانية. شو؟ طيب ليش؟ قليلي شو اللي صار؟ بابا أنا بعرف إني ما كان لازم روح لعند البنت، أنا غلطت، بس شو؟ شو كنت بقدر أعمل؟ أنا كنت خايفة كتير، كنت خايفة عليه، أنا كل اللي عملته كرمال ريشي، وريشي هلأ. بابا بترجاك أعمل أي شيء مشان تطالعه، إذا بتريد رجعه على البيت بترجاك. هالبنت محتالة كتير، لو من البنات اللي بتنحل قصتهم بالكلام ما كانت احتالت على كشمي. هالبنت سيئة كتير. ما بعرف شو الحل بابا، كل اللي بدي إياه إنه ابني يرجع على البيت وبس، وما بدي أسمع ولا أعرف أي كلام تاني. طولي بالك نيلام، روقي شوي، أنا قلت لفيريندرا شو يعمل، لازم توثقي فيه، مفهوم؟ أنت بتعرفي أكيد بنتي إنه لو كنت بالبلد هلأ كنت وقفت معك وتصرفت فورا. وين ما كنت تكون بترجاك ارجع لعنا. انا راجع بنتي، انا راجع، عم جهز حالي لاجي. بس تذكري شغله، حتى لو اني اجيت على البلد فيريندرا رح يعمل كل شيء، لهذا السبب عم اقول لك توثقي بفيريندرا. فهمتي؟ وثقي فيه بنتي. باي. فيريندرا رح يعمل كل شيء، كيف بدي اشرح له انه ما بيقدر يعمل شيء؟ اذا انا ما قدرت اعمل شيء كيف هو رح يقدر؟ خالتي نيلام؟ يعني الشرطة أخذت ريشي بسبب خالتي نيلام؟ ما كان لازم تروح لعند شنايا كمان؟ اسمعيني، نحن شو لازم نساوي هلا؟ ما بعرف شو ساوي. شوفي، أنا رح لاقي طريقة أكيد، بس قبل بدي شوف ريشي. ماشي ماشي، باي.